علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم فرحانين لكم هنا؟ عمو يزيد راهو أسعد اليوم اللي راهو يستقبلكم هنا في هذا الديكور الجميل. عجبكم الديكور هذا؟ إذن مرحبا بكم يا أطفال في هذا الديكور الجميل. عمو يزيد يستقبلكم اليوم، أنتوما كذلك الأطفال اللي يشاهدوا فينا وحابين يحضروا معنا كما جيتوا أنتوما، ما عليهم إلا يتوجهوا الإنترنت باش يشاركوا في الحضور في الحصة بهذه الطريقة هذه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال، لما تسجلوا باش تشاركوا معنا في الحصة لازم شوية صبر لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حب يستقبلكم كامل كما راكم باش تشرفونا بالحضور نتاعكم، إذن شوية صبر. يا أطفال، على بالكم بلي في هذه الفترة كاين يوم عالمي مهم 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 جدا. كاين مرض خبيث، مرض خبيث يصيب أغلب الناس، وعلى بالكم بلي هو الأول في نسبة الوفيات، يعني الناس اللي تتوفى في العالم أول نسبة من هذا المرض الخبيث. شكون اللي يعرفه؟ مرض السرطان. برافو، واسمك بنتي؟ نذكر أمين نسرين. اسمك طويل. نعيطوا لك أمينة ولا نسرين؟ كما نحبوا. أمينة لوريا، وين تسكني؟ تكون في بليدة. في بليدة، خيار الناس. هو مرض، عاودي هنا، السرطان. تسمعوا به يا أطفال؟ مرض السرطان هو مرض خبيث، وهو أول نسبة الوفيات في العالم، يعني الناس اللي توفوا هو أكثر من حوادث المرور، أكثر من تدخين، أكثر من عدة أمراض. هو مرض السرطان. إذا توقفوا في هذا اليوم هذا اللي هو 4 فيفري، هو اليوم العالمي للسرطان، باش نضمنوا مع الناس المرضى بالسرطان وخاصة الأطفال. يا أخي لازم نضمنوا معهم زيارة المريض. من بعد عندي لكم مفاجأة باش نتكلموا على زيارة المريض وكامل، لأن المريض لما يكون في المستشفى بالمرات زيارة تكفي تخفف عليه. يا أخي تزوروا المرضى في المستشفيات؟ شكرا شكرا شكرا. إذن قبل بداية الحصة كالمعتاد وش نديرو؟ نقول لكم لغز. تحبوا الألغاز؟ نعم. إذن راح نقول لكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطر؟ على بالي بلي شاطرين، أبيب شاطرين، فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا. ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطر؟ فكروا، وانتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تشاركوا معنا في اللغز في الإجابة على اللغز، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. يا أطفال في كل حصة نتعرفوا على شخصية. شخصية اليوم هي الجلالي بنعامة. إذن نتعرفوا على هذه الشخصية مع نور الهدى. تفضلي نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم جيت نحكيكم على شخصية الشهيد الجلالي بنعامة. سي محمد بنعامة المعروف باسم الجلالي من مواليد 6 أفريل 1926 بقلب الوانشاريس، قضى طفولته في هذه المنطقة الجبلية بين أحدان أسرة متواضعة. التحق بالمدرسة الابتدائية ثم التحق بمنجم ليعمل به نظرا لحالة اجتماعية صعبة لعائلته.
عند اندلاع الثورة تمكن السي محمد بفضل حيويته وصلابته من جعل منطقة الونشاريس قلعة قوية لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني سنة 1955. في سنة 1956 حسب التنظيم الذي أقره مؤتمر الصمام أصبح السي محمد بن عامة يحمل رتبة ضابط أول عسكري، وبدأ يكون وحدات تنطلق لمهاجمة مراكز العدو، وضرب تجمعاته في كل حدود الولاية الرابعة. في سنة 1957 ارتقى إلى رتبة رائد قائد المنطقة الثالثة، حيث قام بالتنظيم السياسي والإداري والاجتماعي، جعل في هذه المنطقة محرمة على المستعمر. في سنة 1958 عين بمجلس الولاية الرابعة كرائد عسكري إلى جانب السي محمد بوغرة، وبعد استشهاد هذا الأخير واصل السي محمد والسي الصالح تسيير إدارة الولاية، وبعدما قاد الولاية الرابعة اختار مدينة البليدة قلب متيجة مركزا لقيادة الولاية الرابعة، ومنها أصبح القائد يعد وينظم العمليات العسكرية، وكان له الضلع الأكبر في تنظيم مظاهرات 11 ديسمبر 1960. اغتيال والديه وتوقيف أخيه الأكبر وتهديم منزلهم لم يقلص من عزيمة الشهيد الذي سقط في ميدان الشرف في معركة وسط مدينة البليدة بتاريخ 8 أوت 1961. إنا لله وإنا إليه راجعون، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. برافو 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 برافو. يا أطفال، واش قلت لكم مقبلة على المرضى لازم نزوروهم في المستشفيات؟ وكاين شيء آخر تاني يا أخي، في الأعياد والمواسم وكامل لازم نزوروا الأقارب، ما ننسوهمش تاني. تحبوا تزوروا الأقارب؟ إذن بهذه المناسبة عمو يزيد دار لكم أغنية خاصة بصلة الرحم، تغنوا كامل معايا صلة الرحم، يلا معايا. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، سأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر ولا حرام. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر ولا حرام. هذا العيد ها قد جاء، يا أبنائي يا أحباب فأقاربنا هنا وهناك، يلا ندق عليهم باب، هذا العيد ها قد جاء، يا أبنائي يا أحباب فأقاربنا هنا وهناك، يلا ندق عليهم باب. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر ولا حرام. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه
عله ينسى ضرا ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والحرام ليس عندي فرق بين عم خالي في الأرحام أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام ليس عندي فرق بين عم خالي في الأرحام أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والحرام برافو 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 عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ إذن عليكم وعلينا بصلة الأرحام يا أخي تزوروا الأقارب تاعكم لازم نزوروا الأقارب لأن صلة الرحم شيء مهم مهم جدا يا أخي إذن ودركا نزقوا لعم إبراهيم في ألعاب الخفة تحبوهم إذن صفقوا معايا كامل على عم إبراهيم اللي جانا من مدينة الشلف تفضل عم إبراهيم شكرا 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 عم إبراهيم شكرا شكرا
إذن يا أطفال تحبوا الحكايات؟ نعم. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الضفادع والسباق، يلا كمل معي. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم دركا حكاية الضفادع والسباق. واحد النهار في واحد الغابة كانت مجموعة كبيرة من الضفادع، قرروا أنهم يديروا سباق، وهذاك السباق يطلعوا به لواحد التلة شغل جبل هكذا عالي كامل، وكانوا الناس هكذا دايرين بهم كاع الحيوانات دايرين بهم، هما الضفادع يقولوا راح نطلعوا لهذيك التلة الفوق، والناس دايرين بهم قالوا مستحيل، كيفاش راح يطلعوا تما؟ مستحيل أن الضفادع يقدروا يلحقوا لهذيك البلاصة عالية بزاف. قالوا لهم صحة، غدوة من ذاك بداوا السباق. كانوا الحيوانات هكذا دايرين بهم هما في خط الانطلاق باش يبداو في هذاك السباق، والحيوانات كامل يقولوا مستحيل أن الضفادع هذه تقدر توصل لهذيك البلاصة، مستحيل من المستحيلات أن الضفادع تلحق لهذيك البلاصة. ومن بعد بداوا الضفادع في السباق هذاك، بداوا هما يمشوا والناس على الطريق هكذا، كل الحيوانات وتقول مستحيل كيفاش الضفادع هذه راه تلحق الفوق، مستحيل هذه التلة عالية بزاف وكامل. والضفادع تسبب في كل مرة ييأس واحد من الضفادع ويخرج من السباق، خرجوا كامل الضفادع من السباق هذاك إلا واحد دفتع الحق للتلة الفوق، لحق حتى الفوق تخلعوا فيه كامل. يا سبحان الله كيفاش يلحق هذا الدفتع الفوق؟ كي راحوا باش يهضروا معاه واش صابوه؟ صابوه طرش ما يسمعش، عصم. عمو يزيد نستخلصوا من هذه الحكاية أنه لا يجب الاستماع إلى الأشخاص السلبيين. بالضبط برافو، تصفيق على بوبي. يا أطفال على بالكم باللي في حياتنا اليومية ما لازمش نسمعوا للناس السلبيين، لازم نسمعوا غير للناس اللي يقول لك تقدر تدير هذاك الشيء، اللي يقول لك لا ما شكيتش أنك توصل، ما شكيتش أنك راح تنجح، ما شكيتش. هاد الناس لازم الابتعاد عنهم لأنهم سلبيين. لازم دائما نسمعوا للناس الإيجابيين، والسلبيين ما نسمعوا لهمش. كي يكون عندك هدف في الحياة نتاعك لازم تبذل كل جهد نتاعك باش تحقق هذاك الهدف. يا أخي يلا كمل معايا. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ بعد هذه الحكاية أنا ماذا بيا نسمعكم، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي، نكتة جميلة. معلش تعالي بنتي، تعالي أروحي، تعالي. واسمك بنتي؟ أمية. وين تسكني؟ نسكن في باريغو. باريغو يعني محمدية، ولاية؟ معسكر الأمير عبد القادر. يا أخي إذا تحيتنا لكاع ناس معسكر، أعطينا النكتة تاعك بنتي. واحد الخطرة إشحاق كان يقرأ هو الأحمر عرف يقرأ، إشحاق قاعد ينقص في الأحمر، قال له قول لي، قالت المعلمة قالت إشحاق قرأ لي أبي سيدي، أبي سيدي إشحاق ما كانش عارف يقول أبي سيدي، كي ناط إشحاق إشحاق ضربته تقاد راس، قال يا ربي سيدي، قالت له ماني حسن جدا. برافو. شكون عنده نكتة؟ تعال من بعد، تعال اقعد وليدي. واسمك؟ مادي. وين تسكن مادي؟ بابا حسن. احكي لنا النكتة تاعك. واحد نهار واحد الفار راح يمشي من بعد الدار في الدورة باش راح يجيب صودية، ما صبش عاود ولا للدار. هذا ما كان، شكرا. ولا للدار، برافو. اروحي بنتي، تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ غيثلان. الله يبارك. وين تسكني؟ شراقة. في شراقة، خيار الناس. حكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد نهار نملة رحت عند الحفافة، قالت لها ديري لي كيكينات، جات احد لها كيكينات طاحت شعرة، جات احد قام بعد قالت لها ديري لي كوتوبل، حتى احد لها كوتوبل طاحت شعرة، لدم بدل قد قتلها خلي لي شعري مسلوق. برافو. شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لنا؟ شكون؟ تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ اريج.
وين تسكني؟ تابلاط. وين؟ تابلاط. في تابلاط، الله يبارك. ولاية؟ مدية. مدية، خير الناس، تحياتنا لكاع ناس مدية. يا أخي احكي لنا النكتة تاعك. كانت جوها كانت عنده 5000، طاحت له في الله، تقسمت له على زوج، ما داها للسدر يسديها له، ما قال له شحال تسديها لي، قال له 5000، قال له سديها وديها. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي تعالي اربحي، تعالي تعالي اروحي اروحي عند ابو ياسيد. واسمك بنتي؟ انا قالت لي ماما، قالت لي هيا، قالت لي سارة، قالت لي طفلة، قالت لي سارة هيا نلعبو. ولعبتي مع سارة؟ ايه. وش لعبتو؟ لعبنا زميلة. لعبتو وعجبك الحال؟ ايه. وين تسكني؟ سكننا في الكاتشاس. وين؟ في الكاتشاس. شحال في عمرك؟ عمري في الخاص. شحال في عمرك؟ 3؟ ايه. 4 في عمرها؟ في عمرك 4؟ ايه. الله يبارك الله يبارك. هاي ارجع لمكانك. برافو بنتي برافو. يا اطفال الحقنا دركا للجواب عن اللغز، فكرتوا؟ يلا. ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطر؟ اروح تعالى. واسمك؟ مهدي. وين تسكن مهدي؟ في داركم؟ في الدار؟ ايه. مع ماما وبابا؟ تحبهم؟ ايه. تحبهم؟ ايه. وعمو يزيد؟ ايه. هاي وش هو الجواب؟ ما هو الشيء الذي؟ ماما. ماما. هاي برافو برافو. الماء. الماء؟ لا لا مش الماء، مش الماء، مش الماء. وش هو؟ الرعد. الرعد. ماشي الرعد. عندك جواب؟ وانت عندك جواب؟ نفعل المظلة عندما تكون تصب. ترتفع المظلة. برافو. تعال تعال. إذن يا أطفال الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطر هو المظلة، لو باغابلوي. يا أخي فوالا، احنا الشاطرين اللي جاوبوا على السؤال دائما نعطوهم هدية. الهدية تاع اليوم تتمثل في، تحب تشرب الحليب الصباح؟ إذا كوب مع عمو يزيد باش تشرب فيه الحليب الصباح. يا أخي تشرب الحليب العشية تاني؟ والعشية تشرب الحليب؟ نعم. هاي ومرة تشرب فيه زوج مرات في اليوم تفكر عمو يزيد. نعم. الله يبارك. وكذلك نهدي لك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدك. تفضل وليدي. برافو، بصحة عليك بصحة عليك بصحة عليك. إذن يا أطفال دركا عندنا ركن عيد الميلاد، عندنا عيد ميلاد عبد الجليل، تعال التحق بي عبد الجليل، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع عبد الجليل وحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. إذن التحقوا بي، تعالوا يا أطفال تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذا الحال
حلوالك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو 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 برافو. إذن فوالا إذن راك مزروب تطفي الشمعة قول راك مزروب تقفل 8 سنين مازال شوية. إذن عبد الجليل تحسبوا معايا كامل 8 7 6 5 10 3 1 طفي الشمعة برافو 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 برافو. إذن عبد الجليل عبد الجليل بما أنك أرسلت 5 قسيمات تاع علب حليب رامي رامي ممول الحصة يهدي لك هاد الهدية هي تابلت كيدز إن شاء الله تستفاد بها تفضل تفضل وإحنا عمو يزيد راح يهدي لك تاني شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم تاني يا أطفال كامل غير تخرجوا تسيبوا الشهادات في انتظاركم كامل في ظرف جميل هكذا تاع عمو يزيد يا اخي تفضل وليدي. اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في نهار 3 على 5 تاع العشيه نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.